خويا اش هاد الفاجعه هادي؟ انا ما تبعت الناس اللي ساكنين ديال الدوار. اش نقول لك؟ الله يصبرهم ساكن والله يكون في عونهم، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم ساكن ويوسع عليهم. اش نقول لك؟ الدوار كانه لم يكن، يعني تقريبا شي 10 ديور كانوا هنايا، كلشي مشى وبقى والو. يعني البلدة تبدلات تقريبا، انا هادشي شفت تصاور ولكن ماشي بحال الحقيقة خويا. لا اله الا الله، الشانطي مشات، الشانطي اللي مؤخرا كانت تكدات وفرحنا بها، ولا كيجي الناس براني، ولات البلدة شوية شوية سياحية، ولا كيجي براني كيشكرها كيتسالى، تحركات البلدة شوية. سكنت فيها شعوب قدر الله، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ساكن، والعائلة ديالهم الله يرزقهم الصبر، الله يرزقهم الصبر مساكن، الله يكون معاهم، الله يكون في عونهم. الحمد لله. هذا الشيء كان وقع 15 يوم قبل، كانت تقع كارثة أكثر من هذه اللي وقعت دابا، حيت كانوا الناس بزاف هنا، كانوا دراري صغار، حيت أغلبية السكان ديال الدوار كيكونوا في المدينة، كيكونوا في كازا، المهم كازا من النواحي أكادير. الناس القليلة اللي كاينة في الدوار، أنا نصها تقريبا مشات 12 واحد اللي مشات، شي لقاوش شي ما لقاوش. لا اله الا الله، لا فاجعه فاجعه، والحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الشتا بدات مع تقريبا مع السبعه وقيلا بدات كطيح الشتا، بدات من بعد شويه شويه هي كتزيد. المهم الواد جا ملي جا في الاول كان قليل، من بعد بلا حتى هو كيزيد شويه شويه، تطلع على الديور والناس مشاو تخباو في ديورهم، ما كانوش كيتوقعوا هذا الشيء. مشات ثلاثه د العائلات كاملين مشاو، مشات معاهم عمتي حتى هي. كان حنا كنا خرجنا ولكن هي ما قدرتش تخرج، صافي بقات تما. بقات اختي حتى هي راه خرجات ومشات عند شي ناس اخرين، بقات عندهم صافي، طريبت عليهم الدار تما. دابا مازال ما لقاو الاخت ديال؟ لا اختي باقي ما لقاوهاش، عمتي لقاوها. ما عمر شفتو بحال هاد الواد بحال هاد؟ لا شي وقع، اول مره يكون هكا. اول مره تشوفوه بحال؟ اول مره يكون هكا. المساله ديال النشره الانذاريه شفتوها ولا لا؟ شنا ولكن ما خديتوش الاحتياطات اللازمه باش انهم تحيدوا من هنا، وحتى خصوصا ان هنا مهدد بالفيضانات. حنا كما قلت لك ما كناش متوقعين يكون هكا. صالح بوراق، هضري شويه على الفاجعه. بسم الله، بغيت نقول لك هذه الفاجعه سيدي. واحد كيعيط، كان عيط وليني واحد المراه خالت مرتي، قالت لي يا ودي واش فاطمة بوراخ ما شفتو خبر؟ قالت لي حنا ما شفتو واش وقع هنا. لا نوض البارح في الصباح ما كان خرجنا على الحد، قلت له راه داهم الواد. انا تصدمت ما نكذبش، تصدمت من اللي وعيطت لواحد السيد، قلت له جبني غير الخبر في الجمعه اللي دوي سمع لها تقريبا هذيك. قال لي ودي ما كان الريزو، ما كان الضو مقطوع. انا عيطت لعمي، هو عمي هو خو عمتي، قلت لي عاودي واش البارح، قلت لي واش سمع جيتي شي خبر على فاطمه بورح؟ قال لي اش كاين؟ قلت له عاودي راه داهم الواد. قال لي شكون اللي قالها لك؟ قال لي عاودي قالها لي فلان. قالتها لي فلان تاع؟ قلت له، قال لي ما عرفت. قال لي بلاتي قطع انا غنجاوب لك. انا قطعت عليه وعاوتاني ردت لي وجاوبني. قال لي عاودي ما كان الريزو، ما كان الضو، تسنى واحد شويه. انا تسنت هذيك مع ديك الوقيته 12 ونص، انا عيطت ليه. ملي عيطت ليه قال لي ودي راه باقي ما جاوني حتى شي معلومات عليهم. صافي انا عيطت لواحد السيد مع الخمسه، حتى انا ساكن في تيزنيت، ما ساكن كاع في هنا. قلت لي ودي اش كان؟ قال لي عيطت لواحد المقدم في ما عرفت في قمير ولا في قمير في سموكون. قال لي ودي راه عندنا فادحه كارثه، والناس جماعة الناس اللي عايشين هنا، كاين اللي عنده 96 عام، كاين اللي عنده اكثر هنا. قال لك ما عمرنا عشنا هاد الكارثه نهائيا. قال لك جا الفيضان ديال 2014، ما داير هاد الفيضان، حنت واحد الواد جاي من هوك، هذيك سميتو هذيك الجبل، هذيك الجبله سيدي هابط ليه الماء، وهنا جاي، وجاي هذيك اللي من هنا تلاقاو هنا. شكون اللي عرض ليه؟ عرض ليه هذيك الدار، هو اللي هرج هادو. كون ماشي هذاك راه مشاو فيه، خاسرين فيه ماديا وبشريا وكل شيء. شكون اللي مشى لك انت بالضبط؟ انا عمتي فاطمه بوراخ. ايه عمتك؟ عمتي هي اللي مشات لي وراجلها راه يلقاو. مراتك لقاوها؟ ها؟ مراتك؟ لا مراتي ماشي ساكن هنا، انا ساكن في تيزنيت. اي سمعتي؟ عمتك لقاوها في تمثل تقريبا قا. فين لقاوها؟ راجلها شي كيقول لك لقاوها، راه كاين هذيك لقاوها، كاين في طاطا شي كيقول لك باقي ما لقوهم. ما عرفت ابراهيم اكو مسي، ما عرفت واش
شي سميتو عاوتاني ابراهيم قال لك ما لقاو، ولا هو اللي قال لك ما لقاو. انا هذا راه كلشي كاين من عند الله، اللي جا من عند الله مرحبا. ماشي تقريبا من دار مشات هنا تقريبا كاع هاد الصف كاع مشى، هاد الصف كاع مشى تقريبا كاع تقريبا. حتى انا من 2012 هنايا ما عمرني جيت من هنا، من الهين، من الهين حتى لهنا مشى كاع. حتى الجامع واقيلا الله اعلم واش وصله الماء ولا ما وصله. والمدرسه كاع مشات، هي ما عندها حتى شي اثر كاع المدرسه. هادشي اللي عرفت انا على هاد الدور، وهاد الدوار كيهدد بالفيضان. هذا ماشي غير اول مره، مش ديما دي حد كاين كاع ساكن حدا الواد، اللي تاكل حدا الواد وما عارف انت غير الواد. راه قال لك واحد السيد ما عمرنا شفنا، قال لك 20 متر طول من جاي من هنا حتى لهاد حتى لهاد الدار. قال لك ما عمرنا شفنا، ما عمرنا شفنا هاد سميتو هاد الكارثه. و40 متر هكا، 20 متر طول و40 متر هكا. هو اللي حضر داك الشيء كيصور فيه في هذيك الايام، في هذيك الوقيته اللي بدا من 6 ديال 6 الا ربع ديال العشيه، والضبابه نازله عليهم حتى لا سميتو حتى 11 ديال الليل، وشتا خيطه من السماء. هذا الشيء اللي عرفت على هاد الدوار. الله يرحم اللي مات، الله يسهل على اللي بقى، الله يصبركم. الله يصبر. خليني نشد لك. دونك نبداو 3 2 1. السلام عليكم. كيما شويه على هذه الفاجعه اللي وقعت عندكم. الاسم ديالي تشومي ابراهيم، ابن هذه المنطقه. هذه الفاجعه اللي شفتوا دابا واللي كتصوروا دابا في القناه ديالكم، اول مره هذه تجرى في هذه القريه. هذه الناس كاينين هنايا في العمر ديالهم 90 عام 95 عام، ما عمرهم ما شافوا بحال هذه الحاله اللي وقعت لها هذه القريه هذه. وش نقول لك، كيف ما شفتوا الممتلئ الناس ضرات ماديا معنويا نفسيا ماديا. وكنطالبوا من جميع السلطات، من جميع الجهات، من جميع المسؤولين انهم يلتفتوا لهاد الناس هادو، يلتفتوا لهاد القريه هادي، لان مضره ولات في عزله، ولات منطقه منكوبه 100%. لا كهرباء، لا ماء صالح للشرب، لا اناره، لا معاونه، لا. المهم منطقه منكوبه 100%. كنتمنى من المسؤولين جميعا في جميع من جميع الجهات انهم يلتفتوا لهذه المنطقه هذه، ويشوفوا من هذا، ويشوفوا هذه الحاله اللي خلات هذه الكارثه هذه. مساله اخرى فيما يخص العدد ديال المنازل اللي تهدموا تقريبا، هنايا ديال الارواح اللي مشاو في هذا في هذا القريه هذه اللي او كردا سموغن، تشوفوا في الحصيله، اخر حصيله اللي وصل لها دابا هي 12 وفاه. والعدد ديال المنازل تقريبا، عدد المنازل وصلوا دابا شي كيف ما كتلاحظوا تقريبا شي 12 ولا 13 منزل تم الانهيار ديالها بالكامل، وباقي واحد العدد اللي آلي للسقوط. وكاين شي منازل ما كتسمحش مازال غير صالحه للسكنه. اما فيما يخص في الفتره الصيفيه كتقول بلي انه يعني هاد الفاجعه هذه كنا قدر الله انه وقعت في قبل الدخول المدرسي، الا كانت غادي تكون الحصيله ديال الوفيات مرتفعه لواحد الدرجه ما كتصورش، لان جميع سكان هذه القريه كيجيو يدوزوا العطله ديالهم ديال الصيف هنايا، وكتكون القريه مكتظه بالناس ديالها اللي كاينين في النواحي وخارج ارض الوطن. وكتكون هذه القريه مكتظه بالسكان ديالها. كنا وقعت هذه الفاجعه في ديك اللحظه ديال الشهر، اللفان ديال شهر 8 ولا في البدايه ديال شهر 9، كانت غادي تكون الحصيله ديال الوفيات مرتفعه بزاف. السلام عليكم. انا الطاهر من الدوار هذا، وقدر الله ما شاء فعل. فقدنا الناس هنايا من العائله، فقدنا 12 واحد وشي 10 ديور مشاو، هذا قدر الله والحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. ايوا حنا السلطات راه قايمين بالعمل ديالهم الحمد لله، كل شيء جا من الاسعافات والقوى المساعده والدرك الملكي، كل شيء الحمد لله، وسيادة العامل كل شيء الحمد لله. ايوا كنشكر مره اخرى السلطات، والامور راه غدا ان شاء الله راه نلقاو شي وحدين
وشي وحدين اخرين باقيين كنقلبوا عليهم. واحد المراه جبدوها هنايا ودفناها هنا، جبناها ودفناها هنايا، وشي وحدين لقاوهم لتحت هنايا على بعد 20 كيلومتر تما نارس، وشي وحدين اخرين راه مفقودين باقيين الاجراءات يعني الانقاذ راه باقي كيقلبوا عليهم، ان شاء الله يلقاوهم والله يرحمهم. هذا الشيء اللي كاين الوفيات كاينين عندنا هنا في الدوار هنا او كرده كاينين 12، وكاينين اربعه اخرين في الدوار اللي تبعنا من تحت كاينين اربعه 12 هي 16، ولقاو مثلا شي 8 لقاوهم مو باقين الاخرين، باقين العمليه باقي ديال الانقاذ كيقلبوا عليهم. ودابا نيت راه هبطوا الدرك الملكي والقوى المساعده للواد، حيت كاين الواد كثير راه هبطوا دابا كيقلبوا، حيت كاين الغابه بزاف، وهنايا النخيل الفلاحه يعني ضربها هذا الشيء كامل، ما خلى فيها والو، كلشي النخيل داك المصدر العيش ديال السكينه اللي كيقطنوا هنايا كلشي مشى، النخيل وديك التكيضه والزيتون كلشي مشى، يعني هذاك هو المصدر ديال الناس هنايا اللي كانوا كيترزقوا فيه الله، ومشى كلشي مشى. يعني هنايا فانا كاس كطلعت كانوا هنايا الديور، شتي هذا الواد هذا اللي كيبان لك دابا الاحجار وداك الشيء، كانوا الديور تمايا، كانت واحد الدار هنايا فيها تروازيام ايطاج راه ما بقاتش كتبان، وكانوا ودوك الديور راه هما كاينين شي خمسه حتى هما صافي كلشي مشى، كلشي مشى. فيما يخص العلو ديال الواد، العلو ديال الواد راه كتبان لك دابا من هذاك الواد النص ديال ديك الدار اللي باقا شاده، راه نقول لك شي 30 ولا 40 متر الفوق، 30 متر و 40 متر الفوق، وما عمر داز هذا الواد بحال هكا هذا الطوفان. شحال تقريبا من الدار طاحت عندكم في الدور؟ الدار طاحوا عندك سبعه طاحوا بصفه نهائيا، وثلاثه مشقوقين يعني حتى هما ما بقاش صالحين، ثلاثه اخرين، وهذه راه كتبان لكم هذه الصفره هذه من التحت ما بقاش صالحه للسكن، يعني صافي مشات، يا عشرات الديور صافي ما بقاوش صالحين. ايوا هذا امر الله، والواحد يرضى بداك الشيء اللي خص من الله، داك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.